ينور يا اسطى. الله يبارك لك يا كبير. ما هو اصل لا مؤاخذه طالما البيت فيه رجاله الامر ما يستغناش عن مبواله. انا في رايي عبد الجليل تستثمر فلوسك في السباك. والله يا باشا هيكسب ذهب. انا عايز اعرف بقى انت سباك ولا حداد ولا ميكانيكي. ما هو يا كبير لا مؤاخذه انا ما بخشاش من اي حاجه، بخش فيها بصدري كده على طول. ما هو طالما المخ نضيف الايد ما تعطلش. يا عيني يا الواد ده فيلسوف على فكره. شوف طول ما المخ نضيف الايد ما تعطلش. عبد الجليل بيومي، انا حاسس ان انا بكلم توفيق الحكيم. الحكيم في انهي حته دي يا كبير؟ في مستشفى العمرانيه. ويلا خلص بقى العيال هتعملها على روحها. هي كده قضيت على الفرفره الطياري. بس انا شايفها لسه ما نشفتش. يا كبير خلي الرجاله تفك حسرتها. وبعدين اصل انا مشبط الدكر على النتايه ومزود الجبس على الاسمنت عشان خاطر تشك بسرعه. نهارك زي الفل، صباحك زي الفل. الله يبارك لك يا كبير، كده جبرنا الحمد لله. وبقى لي ايه الشنكره في البربور؟ بس يا نجي مش ابو القاسم قال مدام كاميليا المدام بتاعته؟ ايه يعني؟ طب ايه يعني؟ بطل الطريقه بتاعتك دي يا نجي، احنا مش صغيرين. اصل انا دلوقتي منظري وحش قدام الجيش اللي معانا ده. وبعدين تقول عليا هي الست فوزيه والست زينب، يعني هيقولوا عليا ايه؟ صحش. وبعدين الاستاذ سعد يقول عليا ايه؟ ساب الست بتاعته كده ما بيسالش فيها؟ واحد سايب مراته والستات قاعدين مع بعضهم، بطل حاجك بقى. اه بس اصل دول تعبانين، دول متهجرين وشيعه وسنه وشهدان. انما احنا شكلنا كده زي ما نكون منفصلين. ودلوقتي انا نايم لوحدي في السرداب. ما فيهاش حاجه لما تنزلي معايا السرداب. من حق كل زوج ان ينزل مراته معاه السرداب. وده كلام قاله في برنارد شو. والله انت مجنون. مجنون؟ العراق 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 العراق. خد اللي بتاع. يلا. هما بيقولوا العراق العراق ليه؟ هما الامريكان خرجوا؟ لا، اليوم تصفيات اسيا اليوم بين العراق وكوريا الجنوبيه. ربنا ينصركم ان شاء الله. لا احنا بال 2007 غلبناهم، خرجناهم واخذنا الكاس. قبل ما تخرجوا الامريكان. يا ريت يا سلام. الحمد الوطني بلغه الارقام تقدم بهدف. الناشئ بلغه الارقام الرقم 10 وبلغه الاسماء يونس. الان الهجوم لمصلحه المنتخب الوطني عن طريق علاء سهله باحضان يانجز هاي. كيف الهجوم عن طريق هذا اللاعب الخطير؟ الدينجز هي باتجاه يانجزو. يانجزو يقف على الكره بشكل جميل، مقطوعه باقدام باسم. باسم يعود الكره الى محمد قاصر. محمد يلعب الكره اماميه. محمد هذه مخالفه، حكم المباراه تغاضى عنها، غض الطرف عنها. سعيد مبطري. هو المعلق ده كوري؟ لا لا عراقي. انا مش فاهم منه ولا كلمه. ايه هو يتكلم سريع يعني؟ انتوا فاهمين؟ اكيد. طب ليه ما يحطوش ترجمه تحت كده؟ وليش الترجمه يا استاذ ناجي؟ هو ليش عربي؟ انا قصدي ترجمه كوري. مصطفى تعود الكره خلفيه على علاء الى نشأت على هاي الواد ده. هاي هذا نشأت اكرم، لاعب عراقي سني محترف في المانيا. الواد ده كمان كويس قوي. اسمه ايه ده؟ كرار، شيعي عراقي. انتظر هوار لما ينزل. هوار ده سني ولا شيعي؟ لا هوار كردي.
علاء عبد الزهرة. وانتوا عندكم كم طائفه بالضبط يعني؟ سني وكردي وشيعي؟ ومسيحي وكلداني واشوري وصابي المندائيين، ولا تنسون الاخوه الايزيديين والشبك والتركمان. الله يكون في عونكم، كل دول في العراق. وانتوا اكثر من رائع باتجاه يونس امامي، لكن طالب على يونس. طالب. الشوط الاولاني خلص، ان شاء الله في الشوط الثاني هتجيبوا جوان. العراق بيلعب حلو، هي بس كوريا مقفله شوي. كوريا مقفله قوي. عمر افتح الباب. شلونك عمو؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد البركة. أهلا أستاذ ستوري، أهلا وسهلا. أهلا أستاذ سعد. أهلا بيك. تفضل تفضل. لا يعني وين أتفضل؟ أنا بس جاي على مود الأستاذ ناجي، لأن وعدته يشرب يمي فنجان قهوة بالبيت، فجاي على الاتفاق. ما يعجبك تشوف اللعبة؟ لعبة؟ لعبة شنو؟ هاي تصفيات آسيا بين العراق وكوريا. لا أنت تعرف أنا ما أحب المباريات، أتمنى لهم التوفيق. أستاذ ناجي؟ أيوه. أستاذ ناجي البيت مو بعيد، هو خطوتين منا، يعني ما راح أتعبك. أستاذ سعد. نعم. إذا تسمح لي ويسمح لي الأستاذ ناجي، يعني هو واللي وياه من ضيوف يجون عندي بالبيت، طبعاً بيتي هو بيتك. أنا أعرف ظروفك صعبة والأيام هذه أنت تعرف بيها كل الزين، فشنو رأيك؟ شكراً أستاذ ستوري، هم مرتاحين هنا. أستاذ ناجي راح يجي وياك يشرب القهوة ويرجع. بعدين أستاذ ستوري أنت رجل أعزب، أستاذ ناجي معاه زوجته مدام كاميليا، مو صحيح أن يباتون عندك بالبيت وأنت أعزب، مو هي هاي الأصول؟ أنا مش فاهم ليه إصرار حضرتك إن أنا آخذ القهوة عندك يعني. أنت شرفني أستاذ ناجي، أنا أحب أتشرف بيك، يعني إحنا ممكن نكمل المباراة بالبيت، نشوفها سوية. عندي إرسي دي 60 بوصة، يعني تحس نفسك بالملعب. تفضل أستاذ ناجي. تفضل 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 أستاذ ناجي. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. كبير ده، ده عامل زي الجدار اللي بنوه الإسرائيليين في فلسطين. الإسرائيليين موجودين بالعراق وبقوة، يمكن ما تشوفهم بس موجودين بكل مكان. أستاذ ناجي، كل التيارات السياسية عندها هدف واحد، تمزيق العراق. ما طبعاً مدام الأمريكان موجودين يبقى لازم الإسرائيليين يكونوا موجودين. مو بس الأمريكان أستاذ ناجي، القاعدة هنا، مخابرات الدول الكبيرة والصغيرة، تيارات، أحزاب، منظمات، الكل. أستاذ ناجي، أنت تعرف النمل لما يتجمع على قطعة حلوى كل نملة تنهش شوية تخليها على ظهرها تمشي.